والمتابعة لأخبار الطقس والأحوال الجوية. أحوال الطقس ودرجات الحرارة تستعرضه لنا من جديد ليلى عمر. شكراً لكم، ونتابع أهم وآخر الأخبار الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نذهب إلى القاهرة والعظمى 23 والصغرى 17، الإسكندرية 23-15، مطروح 23-14، بورسعيد 24-17، الإسماعيلية 25-15، السويس 24-16، العريش 24-16، طابة 24-15، شرم الشيخ 26-20، الغردقة 26-18. ننتقل إلى الأقصر والعظمى 26، الصغرى 17، أسوان 26-17، الوادي الجديد 25-15، شلاتين 28-20، وأخيرا حلايب 25-21. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.